السيدة زهاد بسلامة معامشة بروفيسور في مجال الإيكولوجيا والبيئة تحظى بشهادة تكريم من رئيس الجمهورية، وهي مديرة مركز البحث في البيئة ومديرة مخبر البحث في إيكولوجيا الأنظمة البرية والمائية. السيدة جميلة رقيع زياني هي بروفيسور في الطاقات المتجددة وأنظمة الطاقة الكهربائية، هي كذلك رئيسة فريق الطاقات المتجددة وأنظمة الطاقة الكهربائية في مخبر التميز للأبحاث بجامعة بجاية 2، تحصلت على درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية عام 2002. السيدة أمل خليل بروفيسور في الطب في أمراض الجلدية، أستاذة جامعية مختصة في الأمراض الجلدية في جامعة الطب بمهران، ورئيسة مصلحة الأمراض الجلدية بمركز المستشفى الجامعي بوهران، تحظى بشهادة تقدير وباقة ورد من رئيس الجمهورية نظير مجهوداتها في مجال الطب. السيدة سيرين بن راشد طيار مقاتل متحصلة على شهادة البكالوريا لسنة 2020 بمدرسة أشبال الأمة بوهران، متحصلة على شهادة التكوين القاعدي العسكري المشترك لسنة 2021 بالأكاديمية العسكرية بشرشال، تحظى بشهادة تكريم وباقة ورد من رئيس الجمهورية. السيدة فاطمة حمدي تعتبر من بين أهم مربي المواشي والأبقار بولاية السعيدة، أين استصلحت عدداً من الأراضي. تملك أيضاً أراضٍ شاسعة في إنتاج الخضروات والقمح والزيتون، وتعتبر من بين أهم ممولي الولاية بمادة الحليب. تحظى بشهادة تقدير وباقة من الورود مقدمة من السيد رئيس الجمهورية. السيدة فاطمة عثماني حرفية في صناعة الجلود، متحصلة على شهادة تكوين في صناعة المنتجات الجلدية الفنية وشهادة تكوين في الخياطة، تقدم لها شهادة تقدير وباقة من الورود مقدمة من السيد رئيس الجمهورية عرفانا بمجهوداتها. السيدة نسرين زياد رائدة أعمال وصاحبة مؤسسة ناشئة، هي شركة لمركز الابتكار والمسير للعديد من برامج الابتكار في الجزائر، بالإضافة إلى عدد من البرامج التي تركز على الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الأخضر والشمول المالي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، تحظى بشهادة تكريم وباقة من الورود من رئيس الجمهورية نظير مجهوداتها في المجال. السيدة وسيلة بعطيش صحفية مختصة في المجال الرياضي بالتلفزيون العمومي منذ سنة 1995، قبلها كانت صحفية بالقسم الرياضي لجريدة الصباح، وهي أول صحفية تكلف بتغطية مجريات مقابلات في كرة القدم من داخل الميادين، تحصلت على العديد من الجوائز في مجال الإعلام الرياضي. السيدة ريما يشكور مفتش عميد بالمديرية العامة للجمارك، تحصلت على جائزة المدرسة الوطنية للإدارة في دفعة 2004-2008، تقلدت عدة مناصب على مستوى المصالح الخارجية في عديد التخصصات الجمركية لا سيما المنازعات الجمركية. السيدة عائشة بن نور روائية لها مجموعة أعمال أدبية وروائية، ترجمت أعمالها إلى العديد من اللغات كالفرنسية والإنجليزية والإسبانية، شاركت في ملتقيات وطنية ومؤتمرات دولية، حائزة على جائزة الاستحقاق الأدبي نعمان الأدبية بلبنان سنة 2007 عن روايتها اعترافات امرأة، تحظى بشهادة تقدير من رئيس الجمهورية وباقة من الورود.